50 طفلة بيقوموا بعروض باليه. اه والله حاجة جميلة جدا في محافظة الغربية. تعالوا نشوف التقرير الجميل ده ونطلع للفاصل وبعدين هنرجع فعلا نكمل الكلام. احنا بدأنا من حوالي 4 سنين أو 5 سنين بنيت المحلة، بنينا ببنت واحدة بس، والحمد لله دلوقتي ثقافة الباليه بقت والرقص في المحلة بدأت ترتقي قوي لحد ما وصلنا الحمد لله من 50 لـ60 بنت في المحلة معانا. هم دايما الجندي المجهول في حفلاتنا كلها هم أولياء أمور، ودايما كل حفلة بشكر الماميز على مجهودهم الفظيع في كل الحفلات، في تلبيس الوقت، في حضورهم التدريب ذات نفسه، ده لوحده أصلا إن هم مؤمنين بالفكرة، ده برضك حاجة كويسة، إن هم يلبسوا الولاد ويعملوا كل حاجة دي هم هو ده الجندي المجهول اصلا معانا، مش انا ولا الطفل، لا هي الامهات هم الجندي المجهول في اي حفله احنا بنعملها. اكتر مش لعبه او اكتر فن، الاكتر لعبه العضله فيها استطاله هي فن الباليه، هي الاسترتشات، واولا بيعلم الثقه بالنفس، الثقه بالنفس دي اهم حاجه، اللياقه البدنيه دي برضك من حاجه بيقفوا على صوابعهم والحمد لله، هتشوفهم دلوقتي حتى في العروض اللي هم يعملوها التيم وورك كلهم بيشتغلوا مع حب، ودايما بقول لهم لازم نتعرف على بعض، وانتوا اصحاب، انتوا اخوات، لان احنا لو احنا مش اصحاب واخوات مع بعض هنطلع عرض وحش. بس هنا الحمد لله حتى في العروض هتشوف دلوقتي قد ايه الابتسامه، وازاي يبتسموا، ازاي يمثلوا. هو وزاره التربيه والتعليم هي الاساس اساسا، لان الاولاد كلهم وزاره التربيه والتعليم، عندنا حفله بنحاول نستاذن المدارس، والحمد لله يعني كل المدارس بصراحه مشكوره لي، اللي في دايما تبادل ثقافي بين المدارس وبين الوزارات، بيساعدونا بصراحه، ما فيش اي عوائق بصراحه. التربيه والتعليم بصراحه متعاونين جدا معانا، بالذات اداره غرب المحله، يعني اداره غرب المحله قمه في التعاون. يعني انا طموحي ان انا نشر ثقافه الفنون في المحله، ان الناس ما تخجلش ان بنتي بترقص باليه، دي في الاقاليم، لا احنا الحمد لله العدد ده يعني الحمد لله بدانا نثبت اللي احنا، لا الموضوع بدا ان الثقافه بدات تنتشر شويه، ولسه كمان على فكره.